معاك ايه؟ تبص هو حضرتك ايه ده؟ عامل لك كمين اسألني طيب بقيت غني؟ اوه اوه الناس كانت بتديك ردود افعال لو انت مش سوي للحظه هتحس ان انت الباتشينو يعني تبقى ما تسلمش على اهلك وبتاع فهنا قاعد مع الواد بيقول له حرام عليا استر عليا بص انيع احنا مش احنا هتموتهم من الضحك حرام خلال شهر رمضان شفنا مجموعه من نجوم الشباب المميزين اللي امتعونا بالكوميديا اللي بيقدموها ويمكن من الناس ديت اللي شفناهم في مسلسل كبير قوي للفنان احمد مكي طبعا والمخرج العظيم احمد الجندي قدر ان هو يظهر لنا مجموعه من الشباب ويظهر لنا مجموعه من الكاركترات اللي احيت الموسم السادس والموسم السابع يمكن في الوقت اللي ناس كتير قالت ان المسلسل وصل لمرحله شويه من التراجع ولكن دي قوه مسلسل كبير في ان هو بيقدر طول الوقت يحيي نفسه بقصص وحكايات جديده. النهارده معانا واحد من ابطال العمل واللي سابوا علامه كبيره مع الجمهور معانا الفنان الجميل عبد الرحمن حسن الشهير بشخصية طبازة. اهلا بيك احنا مبسوطين بوجودك معانا. اسلام انا مبسوط طبعا رد فعل كبير على دورك نجاح كبير ما اعرفش انت بتتعامل معاه ازاي لان اكيد ده ليه حسابات خاصه ان انت تمشي في الشارع الجمهور يسلم عليك ويبتدي ان هو يتعرف عليك بس هو في حاجه الناس عايزه تعرف هو انت في الحقيقه فعلا عايش كده يعني ماشي مياه وطول الوقت؟ لا طبعا ازاي يعني بتحب السمك والتونه والحاجات لا خالص انا بحب السمك بس كبني ادم مش عشان قطه الحقيقه احنا اتبسطنا بدورك جدا في مسلسل الكبير كواليسه وعايزين نتعرف على عبد الرحمن يعني الجمهور يحب يعرف مين عبد الرحمن يعني مين عبد الرحمن اللي هو يعني من انسان اه يا ايه الاسئله دي لا بص انا خريج كليه التجاره جامعه القاهره كنت بشتغل قبل يعني ابتدي وكنت لغايه من فتره قريبه كنت بشتغل في مكتب مراجعه وبعد كده اشتغلت في حاجه ليها كان الموضوع كله ليه علاقه بالمحاسبه يعني بس يعني هو ده اللي انا كنت بعمله المسرح كان بالتوازي مع شغلك العادي لا ما المسرح طبعا المسرح ابتديت في 2014 كان كنت يعني ابتديت مسرح في الوقت ده وعايز اقول لك جت بالصدفه جدا يعني انا ما كنتش اعرف اني بعرف اعمل ده يعني بس واحد من اصحابي كان جه يعني وداني اوديشن وبتاع وانا مش عارف ان هو اوديشن اصلا وكنا دي كده فساعتها احمد صلاح مظبوط ايوه مظبوط بس فساعتها دخلت المسرح وابتدى بقى ايه الموضوع يجي واحده واحده بس انا كنت بس هو ليه وداك اصلا يعني ايه اللي شافه فيك عشان يختارك يعني طبيعي احنا بنقعد مع اصحابنا بس ما فيش واحد بياخدني يوديني اعمل اوديشن لا اقول لك بص انا وصلاح من زمان يعني انا مش عارف اقول يعني مش عارف بتكلم عليا قوي بس انا وصلاح من زمان كنا ايه يعني بيقال ان احنا دمنا خفيف يعني كنا عارف نقعد في المدرسه تلاقي الدفعات كلها متجمعين حوالينا بتعمل جو حلو في كنا بنعمل ده سوا يعني فانا وصلاح على طول ايه يعني كان دي المعروف عننا في العموم في وسط اصحابنا فهو كان ليه في الطريق ده فخدك معاه هو كان شغال اوريدي مسرح وكان بس كان تبع الكليه بتاعته في سياحه وفنادق حلوان بس انا ما كنتش معاه في الكليه فهو كان الشباب لما ابتدوا يعملوا عروض بره فهو كان بيقول لي يا ابني تعالى جرب يا ابني تعالى مش عارف ايه انا بقول لك انت هتبقى شاطر في ده مش عارف وانا بالنسبه لي كان انا بكسب فوق ما تتخيل فانا مستحيل قلت له صلاح احنا بنقعد نهزر على الكشك ونلم الشقه الدنيا جميله لكن موضوع ان انا امثل بقى وناس ومسرح و200 بني ادم قاعدين باصين لي انا قول لي اول اوديشن عملت مونولوج ولا عملت ايه؟ لا بص هو الاوديشن ما ده برضه الحاجه اللي خلتني ساعتها حسيت ان هو الموضوع مش اوديشن قوي هو كانوا نازلين كانوا بيعملوا عرض يعتبر العرض ده كان في صعيدي فانا كنت نازل مع صلاح على اساس ان احنا هيعرفني على اصحابته على المسرح هنقعد مع بعض عادي جدا يعني خارجين قاعدين عادي جدا فروحنا اول ما رحنا هناك فكان اللي ماسك الفرقه ساعتها عمر الجمل فكان اول ما وصلت وبتاع فلقيت بيقول يا جماعه زازا وصل اهو يلا هنبتدي الاوديشن فهم كانوا قاعدين دايره كبيره كده فصلاح قام سايبني قام رايح قاعد في الاخر انت فجاه دخلت من باب لقيت نفسك جوه الاوديشن كنا قاعدين في زي دايره كده في ترابيزه في الاوبرا عادي كنا قاعدين بره يعني في كافتيريا في الاوبرا اللي هو ما فيش اي حاجه في الموضوع لا اقصد خطفوك يعني ما سابولكش فرصه ان هو مجرى قام سايبني وقام ماشي انا بصيت له اللي هو هقتلك لما يلا نبدا فهو الموضوع كله قالوا يا جماعه هنفتح موضوع ايا كان هنتكلم في حاجه ايا كانت بس هنتكلم بالصعيدي واقول لك مثلا ولا ايه وائل فوائل يبتدي يقول ده هو يرد هو كمان يقول برضو لاي كلام عايزين يعرفوا بس لا في عصف زيني برضو شويه ويخليك بالظبط فهو انا اصلا خلوا حد ابتدى انا قلت هيدوني فرصه هيستنوا شويه نراعي بعضينا وبتاع لا او ابتدى يعني اول واحد ابتدى بقى كده ولا رايك ايه يا زوزة فانا ما والله ما فاكر قلت ايه بس ضحكوا يعني فاهم وانبسط ارتحت انت هديه الخطفه اللي جواك راحت كلنا بنعمل ده وبتاع في الموضوع ما كانش اوديشن بمعنى اوديشن قوي بس هو كان
من الاوديشن ده المفروض ان احنا ابتدينا بقى اشتغلت معاهم، اشتغلت عرض الاول مع عمر ومع الشباب، وبعد كده بقى مستر موريس جه شافني في العرض ده يعني، فبقيت مع مستر موريس في الفرقة. مرحلة مستر موريس هنتكلم فيها لان انا اعرفه بشكل شخصي، بس يعني قبل ما نوصل لمرحلة مستر موريس خلينا في الجزء. عملت اول عرض؟ عملت اول عرض اللي هو بتاع شبه الجزيرة ده. شبه الجزيرة ده كان هو كان العرض ده كان انا المفروض كنت يعني، بص انا الموضوع كان معايا ساعتها غريب، انا كنت بعمل حاجات فبتطلع هي ما ليها مسمى فاهم يعني، اجي اظبط البتاع يطلع صنفره في الدور فاهم، اجي اكتب حاجه يطلع مونولوج مش عارف رزقك واسع مش عارف والله احنا بنهي يعني، انا بقول لهم انا موجود انا ما اعرفش ولا ما اعرفش ولا موجود بجد والله بجد فعلا مش عارف هم يعني ايه، نيجي مثلا اقول لهم انا حاسس هنا لو اتعمل كذا يبقى حلو فيطلع حاجه ليها مسمى. طب انت حسيت انت اصلا موهوب يعني؟ بص يعني انت اول مره قلت مثلا هزار ومشيت معايا، انما انت حسيت انا موهوب يعني ان هو ده طريقي؟ لا اقول لك، لا انا الموضوع ابتديت احسه، بص انا دايما ما بحبش يعني مع نفسي ما بحبش احسس نفسي ان انا اعظم حاجه في الدنيا وانت ايه ده ايه النشاط، لان انا كمان اول ما ابتديت الحمد لله كان بيجي لي كومنتات او رد فعل من الناس كان بيبقى يعني ايه مبالغ فيه، انا بحسه انا مش عارف يعني، هو الناس كانت بتديك ردود افعال لو انت مش سوي للحظه هتحس ان انت الباتشينو تقريبا ما تسلمش على اهلك وبتاع فهو انا كنت بحاول الى حد ما من جوايا احس ان انا ايه لا يعني تمام لا لسه انت لسه او ممكن تكون موضوع الناس عاجبها قوي عشان ما كنتش متوقع ده منك، لان انا كمان كتير شخص لا يبدو عليه يعني، انا مش دايما بتلاقيني قاعد طول ما انا قاعد وبتاع مش عارف انت الواد ده كوميديان ما هي الناس متوقعه كوميديان نايم بيهزر خالص لا يعني انت بتحلم احلام كوميديه فلو انت ما تعرفيش ممكن ما تعرفش ده عني اصلا، لو انت قعدنا مع بعض اول مره وانا كنت لسه في الاول انا برضو ايه ما بحبش ابقى هجومي في تعرفي، لو انت ما شاء الله يعني كمان لو قاعد مكشر له ممكن الناس ممكن اقوم اضربك اصلا انا مش يعني كده، فكان الموضوع ابتديت احس شويه ان انت مهم لما ابتديت بقى تاخد اراء من ناس فعلا يعني مهنيين. ناس مهنيين ده اولا، وثانيا بعد تدرج كذا حاجه يعني، انا كان العرض ده اشتغلناه اللي هو مع عمر الجمل، بعد كده تاني عرض اشتغلته اللي هو كان اول عرض في فرقتنا كان مع مستر موريس، ده اشتغلت فيه مساحه يعتبر كبيره شويه، يمكن مساحتي كان في شبه الجزيرة أكبر، بس هي كان بالنسبة لأن ده عرض احترافي أكتر من إحنا كنا بنعمل العرض اللي قبله كشباب، فكان مساحة كبيرة. العرض اللي بعد التاني يعني اللي هو تاني عرض في الفرقة يعتبر كان بطولة، فبعد كده أنا بالنسبة لي بطولة هتغر بقى وكنت على كده هتغر وكنت ساعتين على المسرح ما بخشش كالوس اللي هو عرض إيه؟ وإيه يعني؟ وإيه يعني؟ لا لا وإيه يعني ده الأول ده العرض ولا كان على بالي اللي هو كان تاني عرض المفروض في الفرقة ده، وده العرض اللي كان بطولة. فابتديت بعد كده ده انا ما حضرتوش ما مش ده كان يعني قبل ما ممكن عشان الحاجات دي كانت في الاوائل. بعد كده ابتدينا في العروض ابتدينا تلاقي ردود الناس يعني ردود الفعل عليك بتبقى حلوه، ابتدى الاستاذ ماجد الكدواني طبعا الاستاذ الكبير كان كتير بيجي يحضر لنا عروض وبتاع، فكنت بسمع منه كلام يعني. بس برضو امتى اللحظه اللي قلت امتى اللحظه اللي قلت هي دي انا هكمل في الطريق ده؟ لا بص اقول لك على حاجه، انا الموضوع فعلا جت يعني الموضوع ان انا هكمل في الطريق ده جت تدريجيا، ما حطيتلهاش خطه يعني خالص. انا بالنسبه لي كنت شغال في شغلي عادي ومحاسب مفيش اي حاجه الدنيا تمام، وانا بشتغل المسرح ده بنبسط بيه، الدنيا يعني جت تمام او ربنا كرم منه او ان انا ابتدى يبقى ده كاريري، طبعا كان نفسي يبقى ده كاريري لان دي حاجه يعني تتمنى تشتغل حاجه بتحبها او حاجه انت بس اعظم إن انت اعظم مكسب هتكسبه في الحياه ان انت تشتغل في حاجه انت بتحبها تبقى مبسوط وبتكسب طبعا منها. جدا بالظبط مبسوط وبتكسب من الحاجه كده متعبه وكده كده، بس هو كل الشغل متعب فبشتغل في حاجه بحبها احسن. فكان بالنسبه لي هو الموضوع جت ترتيب كده يعني الظروف معينه غصب عني سبت الشغل، ما سبتش الشغل عشان انا بقيت مش لاقي وقت هم رفضوني اصلا لا انا بقيت انا حصل الظروف ما بقتش عارف ان انا اظبط في انت كنت موظف شاطر يعني شغل يعني قاطع ممكن نسال مديرين الاستاذ ماجد الكدواني كان نصحك قال لك ايه النصيحه اللي انت فاكرها له مش هتنساها؟ بص انا استاذ ماجد الكدواني انا دي برضو بالنسبه لي كانت بتبقى من الحاجات الحاجات المخيفه، لان انا عمر استاذ ماجد ما خدت منه كومنت سلبي او ان انت مثلا كنت محتاج تعمل كذا، انا اول مره سالته على رايه انا كنت مخضوض، كان هو بيحضر العرض بتاعه ايه يعني اللي هو اول عرض ده خالص، فكنا قاعدين فكان الشباب ايه وقعد معانا بعد العرض وايه كان الشباب ايه طب استاذي هو انا ايه رايك فيا مش عارف ايه، فهو ما شاء الله كان فاكر شخص بيتنفس على المسرح
فلا انت كنت كويس بس كان في كذا مش عارف ايه. انت وانا واقف بعيد خايف اساله اخد واحده في وشي هبطل انزل من البيت مش هبطل تمثيل. هو اكيد عنده حساسيه ان هو ما يقولكش كلمه تقفل لك ما كانش بيقول كلام يقفل. خد بالك كلمه منه ممكن توقفك تماما يعني خليه ما تشتغلش تاني. ايوه بالظبط. ما هو انت بتبقى في الحاجات دي خايف. بس هو حتى لما كان بيدي كومنت لحد كان بيديه كل شيء يعني بيقول له بس على النقد البناء في الموضوع ان انت مثلا ايه كنت حلو في كذا بس حسيت ان كذا كان في مشكله لا ممكن تشتغل كويس بس يعني كان برضو بيقول على رأيه بشكل رهيب. انت حاجه انت فاكرها فانا عمال ما انا عمال ايه انا خايف اقول له فانا استاذ يعني بصوت واطي كده ما بيني وما بين يا استاذ طب وانا مش عارف. فجت زوجته يعني كانت شافتني فقالت له ايه كلم استاذي انا ايه الدنيا. فقال لها انت كنت هايل لا كنت مش عارف ايه لا ما حسيتش ان انت خرجت. فانا قاعد ينهر انا ما تهزرش بقى يا كبير انا. فكان يعني ايه كان ساعات مثلا الاقي استاذ موريس بيقول لي ان استاذ موريس قال له الزازا بيتطور كل مره مش كان يعني كان دايما بيبقى كلامه بص استاذ ماجد إجابي. انت ممكن تخش تقعد معاه بجد انت تبقى شخص عارف عايز تنتحر في الحياه تخش تخرج من عنده في قمه السعاده والتفاؤل والانبساط عنده حاله من السلام النفسي يا لهوي على الجمال. لا هو بجد والاريحيه والسلام النفسي اللي عنده ابتدى يبان في ادواره مؤخرا. التمثيل بقى فيه راحه كبيره والراحه دي وصلت للمشاهد. المشاهد بقى بيتفرج على ماجد الكدواني انا مستمتع. أيوة ومش حاسس بتوتر استاذ ماجد. لا شاطر استاذ ماجد. هو يعني بجد وجوده في يعني حتى لو شارك في عمل بمشهد هو المشهد ده بيبقى الماستر سين بتاع العمل. لا هو ما شاء الله هو حد يعني انسانيا بني ادم فوق الجمال وفنيا طبعا مش يعني مش كلمك بعد الكبير ماجد. ايه كلمك بعد الكبير ما اتكلمناش بعد الكبير. بس هو انا عايز اقول لك هو استاذ ماجد اصلا المشكله ان هو ما يعني كتير تلاقيه معهوش لا تليفون ما بيكلم يعني هو ده سر السلام النفسي ممكن لما نتقابل يحصل كلامه ده. بس هو كان قال لما مستر موريس ان هو يعني هو لما تقابلنا اقول لك تقابلنا ساعه وقفه رجاله كنت انا بصور المشهد مع استاذ سيد رجب وكان استاذ ماجد عنده شغل ميه بس ما كانش فيه شغل مع بعض يعني. فجه يوميها بالليل وانا ماشي فلقيته موجود فايه قلت اخش اسلم عليه قبل ما امشي يعني. فدخلت عشان اسلم عليه هو قاعد يتكلم عن ان هو قد ايه فرحان ان استاذ جندي ابتدى يجيبنا في مشهد او في حاجه ابتدى الموضوع. هو يعني هو بني ادم محفز جدا جدا يعني قبل بقى ما نتخطى الجزء ده انا لازم اشكر الاستاذ موريس عدي. طبعا استاذ الراجل ده انا اتعرفت عليه من خلال العروض المسرحيه معاه مجموعه عمل مميزه جدا من ضمنهم عبد الرحمن طبعا ومن ضمنهم مجموعه شباب مميزين بما فيهم باسم ابنه وعمر الجمل ومجموعه جميله من الشباب واحمد الشراوي. المجموعه دي وبالمناسبه هم كلهم موجودين حتى احمد الشراوي ابنه كمان بقى ممثل زياد كان عمل معانا طلع في اعماله وادوار كبيره. لا ما شاء الله الناس اللي هتحضر العروض في وقت من الاوقات بتاعت الاستاذ موريس عروض احترافيه معموله بميزانيه محدوده معمول فيها شغل كبير. والاهم من كل ده ودي النقطه اللي انا عايز اوصل لها ان كل كاركتر انا شفته على المسرح وانا بتفرج عليكم كل كاركتر معمول بدقه مفيش كاركتر معمول بالصدفه. انا متاكد ان انا لو معاكم في كواليس العمل هو بيراجع معاكم سنتي سنتي في كل كاركتر عشان مفيش حد يفلت منه الدور. انا بحس ان كل تفصيله في كل كاركتر بيتعمل اولا كل كاركتر بيكون مختلف عن الثاني ثانيا بيكون مترتب صح انتوا حافظينه وشاربينه وعاجبينه. موريس عادل عامل معاكم زي في الكواليس. لا استاذ موريس هو ابونا يعني هو ابونا في الكواليس فعليا. بص اقول لك على حاجه انا في اول ما اشتغلت انا لولا ان انا بجد اشتغلت مع المجموعه اللي معايا ده ومع استاذ موريس طبعا انا يمكن ما كنتش كملت. انا عندي دايما اهم حاجه في الموضوع ان انا بمرتاح نفسيا في المكان. استاذ موريس بجد كان مدخل ما بيننا روح اولا يعني اقول لك على حاجه اللي انت كنت بتشوفه ده بتشوفه اولا كلنا اهم حاجه بالنسبه لنا مصلحه الشغل ومصلحه المشهد نفسه. استاذ موريس بيعرف يخرج منك او بيعرف يوظف اللي عندك كويس جدا او بيعرف يخليك حتى ايه عارف ينكش لك حتى يخليك تطلع اللي عندك. انا حاسس حتى ان كل ما باجي في عرض جديد بلاقيه جايب ناس جديده والاقي الناس كلها انكاست يعني مفيش حد طالع غلط الحمد لله. ما اعرفش بيعملها ازاي حتى انتوا بلاحظ مثلا انتوا ممكن تكونوا مش شغالين في العرض ناس منكم شغالين بره مساعدين في الكواليس او الحاجات ديت والاقي برده الموجودين بيقوموا بالدور كويس جدا فانا مش فاهم انت بتعمل ايه. بص لا اقول لك ما هي دي اللي بكلمك فيه ده الروح بقى اللي هو عاملها ما بيننا من ناحيه ايه يعني اقول لك انا هضرب لك مثلا مثال بسيط على حاجه تفهمك الفكره واصله لفين. استاذ موريس مثلا احنا باسم ابنه بيمثل معانا تمام
وباسم معانا عشان هو شاطر بجد يعني هو باسم من الناس الشاطره. وانا شهادتي فيه مجروحه بس انا قلت له انا بقول له انت من احسن الناس اللي ضحكني. انا اصلا ما بشوفه على المسرح بموت من الضحك. انا باسم يعني بالنسبه لي الكابل المفضل ليا على المسرح. انا بفضل المشاهد في وسط العرض. المشاهد بتاعتنا اللي مع بعض دي افضل مشاهد بالنسبه لي. اولا باسم شاطر جدا وبيعلي معاك جدا وحد ذهنه حاضر يعني. لا باسم شاطر شاطر. فالمهم انه ايه انت مثلا ممكن يبقى فيه في المشهد ده فيه افيه ما مثلا هيتقال. فالافيه ده مثلا باسم بيقوله او باسم اقترحه في النص. فممكن مستر ميسي يقول له لا الافيه ده مثلا لو من عند زازا يبقى احسن. لو من عند عمر يبقى احسن. لا الافيه ده ممكن يتقال قدام شويه بس مش انت اللي تقوله حد اللي مش عارف ايه. مفيش يعني مفيش فكره بقى احنا كلنا ولاد. احنا فعليا كلنا ولاد. فهو الموضوع ان انت مثلا بنبقى شغالين مشهد. فاحنا سواء يعني بعيدا عن لو اشتغل الجنرال على بعض انا بكلمك لو انت بتشتغل بروفات ايه حاجات متقطعه. فانت بيبقى بعيدا يعني بيبقى طبعا توجيهات مستر مليس ماشي مع الحاجه واحده واحده. وفي نفس الوقت بقيه الشباب اللي في العرض اللي مش شغالين في المشهد قاعدين بيتفرجوا عشان لو حد عنده اقتراح في حاجه او عنده حاجه وبنتناقش فيها كلنا بعد ما نخلص. فانت جزء جزء بتشتغل عليه بيبقى واخد حقه وزياده. وقبليها اصلا بيبقى فيه بروفات ترابيزه كتير جدا يعني بنقعد شهور بروفات ترابيزه وبعد ما نخلص نخش بروفات الحركه بتبتدي تتطور اكتر. ففي كل مرحله بيحصل ده. فالحمد لله بيطلع الموضوع في الاخر شكله كويس. لان بقى بعيدا عن كل الكلام ده احنا يعني فعلا الناس كلها تحب الخير لبعضيه يعني مفيش حد عنده مشكله ان ده ظاهر مش عارف ايه. لا الحمد لله كله ظاهر كويس كله. كم مره اللي جيت فيهم العروض انا لاحظت ان المجموعه كلها تحب بعضها اللي شغال واللي مش شغال واللي بره واللي جوه. انا شايف ان تجربه مسرح فرقه ابيض في اسود تجربه ممتازه. تجربه انتجت مجموعه من الممثلين. انا اشتغلت مع فرقه مسرح زمان بس ما شفتش الكثافه دي من الممثلين الشاطرين في مجموعه واحده. يعني مجموعه ما شاء الله كلها مجموعه شاطره. ما اعرفش الليفل اللي وصلتوا ازاي بس هو ده مميز. يعني اعتقد انتوا لو اشتغلتوا مع بعض مثلا في ظل تطوركم بره في التلفزيون واشتغلتوا مع بعض عرض كمان سنه 2 3 ممكن العرض ده يكون عرض جماهيري واسع اللي هو يتعرض 30 يوم يتعرض شهر 2 3 اعتقد ان ده ممكن يتحقق في لحظه ما وتلاقوا له تمويل مناسب ويكون الاستاذ موريس برده هو المخرج مش حد تاني. لان انا شايف ان هو عنده من الجوده ما يكفي ان هو يخرج عروض اكبر من كده بكتير. لا استاذ موريس استاذ بجد فعلا استاذ بكل معنى الكلمه يعني. لا هو كمان يعني عارف بتحس ان في مجموعه على بعضيها كده يعني. احنا انا لو اشتغلت بروفة مسرح ما فيهاش استاذ موريس هحس ان في يعني لو في ايه اللي بيحصل. طيب شخصيه طباطا دي شخصيه حقيقيه وانت قلت انها شخصيه حقيقيه انت تعرفه ولا انت سمعت عنه؟ لا 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 اعرفه. انا الشخص اللي اسمه طباطا ده قريب عم حسن انا ما اعرفه. لا انا بقى اللي انت عملت الكاركتر. ايوه ده كان حد معايا في الجيش. وهو اتواصلت انت وهو بعد ال لا 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 خالص. هو طب هو اصلا يعرف ان انت ما اعرفش. هو عارف ان انا بعمله هو ولا لا بس هو انا هو ما كانش من الاشخاص اللي هم اصحابي يعني قوي في مش بس كنا عارفين بعض. هو كان بيتكلم كده فعلا. هو كان هو بيتكلم صعيدي. في ناس بعض الناس في الصعيد بتتكلم بال اللي هي عندها في اخر كلامها الايه ايه. فانا لما خدتها افورتها بس شويه. انت تلاقي كنت بتقعد تتريق عليه في الجيش اصلا. لا اقول لك بص انا اول مره اكتشفت الكاركتر ده كان انا كانش ليا اتعامل معاه قوي يعني. فكان كنا مره داخلين العنبر كان عندنا حصل فيه مشكله يعني الكتيبه وكان في ايه في شخص عارف مين اللي عمل المشكله ده وعايز ايه يقول له قائد. فهو صاحبنا ده كان بيقول إيه عايز يعني يقول اللي قاعد ده ان هو ايه عايز يقول له ما تسلمش الولد للقائد وحرام عليك وبتاع مش عارف. فبالظبط احنا داخل العنبر انا واحد صاحبي فلقيناه قاعد مع الواد بيقول له حرام عليك استر عليك ابوس عينيك. فاحنا مش انت هتموته من الضحك حرام عليك انت بتتحايل عليه. فقعدت بقى واحده واحده ابتديت اركز معاه. هو طريقه كلامه كده هو بيتكلم كده. انت وقتها كنت بتمثل ده كنت بمثل المسرح. فانت جاي في دماغك ان انا اقفش الكاركتر ده. فكان هو كاركتر يعني ما يعني من الكاركترات اللي ما تنفعش تعديها هي يعني انت لازم تحيي الراجل ده. الراجل ده الراجل ده جزء من نجاحك. لا فهو كان فهو الموضوع كله كان كده ان هو الشخص ده كان معايا. فبعدين لما بقى عملناه فالحمد لله طلعت شكلها حلو. بعد كده بقى عم حسن سماه طبعا. اخترت الاسم. اه كنا بنفكر في اسم. لا بس انت لازم تكلم صاحبك بتاع جيت دور عليه وتكلمه اعزمه على غدا حتى تعالى تنورني. وبعدين انت استقبل رد فعله يا اما يبقى مبسوط منك يا اما يبقى بص ايه اللي انت عملته ده فضحتني. لا ده هو عادي. هو كان دمه خفيف اصلا يعني. هو كان كوميديان اصلا ولا كان هو بيتكلم كده بجد؟ ده الجد بتاعه يعني. ايوه هو بيتكلم معايا. ما انا بقول لك بقى هو المشكله ان ده الجد بتاعه. نجاح شخصيه طبازه هيحصرك
انت طبعا إيه. اكيد عارف ده نجوم كتير اتحصروا ونجوم كتير مش اتحصروا عايز يخش الحمام اتحصروا ايوه لا فاهم اتحصروا فنيا اللي هو عايزك كل الانتاج بيستسهل فعايزك نجيبك هنا جالك ادوار زي طبازه تاني او ان انت تعمل طبازه باشكال تاني بنفس الاسم يعني مش بنفس الاسم سايب كاركتر كذا حد طلب سواء عملت او سواء في حاجات عمل يعني ان انت ايه تعمل طبازه. بص هو الموضوع كله ان انا مش عايز يعني مش عايز ابقى في حته يعني مش عايز ابقى في حته واحده. احنا مثلا عملنا طبوزه ممكن نعمل حاجه تانية وكاركتر برضو حلو نعمل حاجه ثالثه كاركتر حلو. هي يعني الحاجه الحلوه ما بتجيش بالصدفه فاهم قصدي. انت بتبقى فكرت فيها تعبت فيها اشتغلت عليها مش عارف ايه الكلام ده كله. ففكره ان انا ابقى عايش حياتي مقضيها بقى طبوزه وانزل بقى ابتدي بقى البس لبس طبوزه وبريق ولم يعني مش كده فاهم يعني انا مش عايز ده. بالعكس انا بدور دايما على ان انا احاول اعمل حاجه تكون مختلفه حاجه تكون يعني ايه شكلها ان انت تعرف يعني تحاول توري الناس ان انت تعرف تعمل حاجه تانية. ما يبقاش ان انت دايما منتظر منك فكره ان انت تعمل طبازه. انا ما عنديش مشكله اعمل حاجه ثانيه يعني بس مش عامل طبازه. لو انت بتقول لي امشي برق في الشارع فانا كنت متخيل او ترى الناس بتكلمني فعلا على ايفنتات وبتاع وتاني بتكلم الناس بطريقه ده بجد مش هزار بتكلم الناس بطريقه طبازه مش عامل كده طبعا. لا انا متخيل لك فاهم انت في السوبر ماركت فاهم يعني دخلت تشتري جبنه فانت بتشتري جبنه زي الناس انت طبازه انت فاهم لو تتحبست جوه حبست جوه الشخصيه. لا ده كان في السنه اللي فاتت كان الناس لسه ايه برده كان لسه برده الى حد ما في ناس عارفه وشك في ناس مش عارفه في بتاع فكان الناس بتقفك في الشارع ففي ناس فانا كان اول مره بقى اصطدم مع يعني مع ناس كتير كان فاهمين. وكنت نازل وقلت ايه كان في رمضان كان بعد حلقه سكواد جيم وقلت هنزل اروح اجيب حاجه من المول على طول وايه وارجع قبل الفطار. ما كنتش متوقع ان الناس بقى فانا لا ده انا قلت ايه هخطف المشوار بسرعه فروحت فانا ما اعرفش ان المحلات في المول بتقفل قبل الفطار بساعه قبل الاذان بساعه فقلت خلاص هروح افطر حاجه وبتاع وايه وبعد ما اخلص اروح اجيب الحاجه وامشي. فانت بقى انت ماشي دخلت عند ناحيه الفود كورت اللي في المول فانت الناس مش عارفه انت ولا انت فعشان يعرف بقى انت ولا انت يعمل ايه انت ولا مش انت يعني يجي يعمل ايه جنبك عامل نو نو جنبك والله العظيم معاك ايه وتبص هو حضرتك ايه ده عامل لك كمين هو مش عارف يعني هيجي يقول لك انت طبازه هو بيجي بقى يوم بس خد بالك برضو خد بالك وشك قدام الشاشه غير لما اشوفك في الحقيقه مختلف يعني لا هو شبهك بس انا مش متاكد اذا كنت انت ولا لا انت فاهم يعني واحد واقفك يقول لك انت احمد السقا ما انتوا شعركوا صار زي بعض هو مش فاكر. ناس كتير هجمت المسلسل بشكل واضح في الموسم السابع ناس كتير هجمت رحم احمد ناس كتير هجمت صناع العمل. انتوا تلقيتوا الانباء ديت وانتوا شغالين بالفعل بتكملوا التصوير رد فعلكم في اللوكيشن كان عامل ازاي؟ مكملين شغلنا عادي جدا بنشتغل بنعمل اللي علينا. بص اقول لك على حاجه انت دايما مش هتعرف تعجب كل الناس. الناس عمرها ما بتجتمع على حاجه. الناس ممكن تكون ساعات بتقارن ما بين حاجات سيبك بقى يعني بعيدا بقى عن موضوع اللجان او كده لان في حاجات كانت معموله وكان شكلها واضح عليها فدي حاجه مش هنقعد ايه نتكلم فيها. مش بقول لك على هجوم المسلسل بقول لك على رحمه مثلا حاجه زي كده. يا رحمه اكتر شخص اتعرض لهجوم حتى انتوا استعنتوا بيه في اخر المسلسل اللي هو ايه انا مش هسامح الشخص اللي ايوه هي كانت فكرتهم بصراحه هي بص هي الفكره في ايه يعني هي اتاثرت بنشتغل عادي جدا هي عرفت يعني شافت وعرفت لا هو ده يمكن ده الكلام ده كان في الاواخر اول ما قربنا خالص بس جوه بقى الحاجات اللي كانت معموله جوه رمضان ده عادي خالص كملها شغلها بتشتغل ملتزمه بتركز في بص اقول لك على حاجه انا بالنسبه لي انا بشوف ان انت لو جالك نقد النقد نوعين وانت من ادم بتفهم في نقد ان انت حد بينقد حاجه فعلا وفي حد بيقول ان انت وحش وخلاص. بص هو كان بالظبط كان في نقدين بالظبط واحد منهم بيقول ان هي بتافور واحد منهم بيقول يا جماعه هي رحمه نفسها اللي كانت في الموسم اللي فات بالظبط كل اللي حصل ان انتوا المره اللي فاتت احتفيتوا بيها جدا وطلعتوها السما والسنه دي نزلتوا بقى بس هو نفس الكاركتر بنفس الاداء بنفس كل حاجه هو نفس كاركترها بنفس شغلها. هي الفكره في ايه؟ اولا السنه اللي فاتت كنا كاركترات جديده تمام ورحمه بالذات كان كاركتر جديد وعليه سبوت وكانت الناس عشان ناس كتير من قبل المسلسل بتحط في دماغها بعض المقارنات فلما الحمد لله رحمه اظهرت شطارتها يعني في الموضوع فالناس كان عاجبها الموضوع قوي يعني انت برضو الكاركترات الجديده اللي كانت موجوده
كانت محسسه الناس اللي هو ايه اللي هو ايه ده راجعين بموسم قوي. الحمد لله كمان ان الكاركترات دي عجبت الناس. انا انتوا المجموعه الصراحه ما شاء الله كانت قاتله يعني. الحمد لله. ما انا كنت انا لما بشوف حاتم صلاح وبيكم زي غمزه عسل. عايز اقول لك انا قعدت شخصيا في حياتي اليوميه انا كل ما حد يكلمني اروح اعمل اروح مش ديله دي قعدت اتذكر انا حاتم من الناس اللي بقى بحبها جدا. هو لما بيقعد يحكي القصص بتاعته ديت ايوه لا انا كنت انا كنا في التصوير انا كنت عنده في الكرفان على طول يا اما هو عندي هي القصص دي فكرته ولا دي مكتوبه؟ القصه هو بيحكيها اللي هي ملهاش اي مغزى دي حاجات حاجات بس هو كان حاجات كتير منها يعني اصل هو دي انا ما بشوفه بيقولها ما بحسش هي مكتوبه هو لا هي جايه من دماغه. بص اقول لك على حاجه هو حتى مصطفى صقر كان السنه اللي فاتت اتكلم في الموضوع ده قال لك انا ممكن اكون بكتب عشان في ناس كتير كانت ايه بتتكلم في سكه اللي هو يعني حد كانت سال سؤال ان هو انت بتزعلش يعني ان الناس بتقولش كل الحاجات اللي موجوده وان الحاجات في حاجات بيزودوها والكلام ده كله. هو قال لها انا دلوقتي بكتب لاين في حاجه بشكل دمه خفيف اللي بيمثل ده ممثل كوميديان فهو هياخد الحاله دي ويقولها بطريقته. بالنسبه لي انا ده نجاح برضه دي حاجه كويسه ودي حاجه صح يعني. هو الفكره ان هو ايه محدش متمسك بحاجه لان محدش فيه يعني هو يعني محدش بيقول قران فاهم. هو هي دي حاجه ده حاجه فن وحاجه فيها ابداع فاحنا بنحاول ندور في الاخر على ايه مصلحه المش يعني في الاخر محدش هيجي يقول لك مثلا المسلسل ده كتابه مصطفى صقر ومحمد عز الدين والجمله دي قالها مش عارف مين في الاخر هو مصلحه العمل كله. بس انت اتعاملت ازاي مع الجمهور في البدايه فكره ان انت فجاه لقيت نفسك مشهور ومطالب انت تتعامل مع الجمهور؟ لا إيه؟ تمام لا هو يعني الحمد لله طبعا بس انا مشكلتي ان انا يعني انت داخل البنزينه كده مثلا تحط بنزين وانت بتعمل حاجه ده ما هو طبعا الناس كلها متوقعه انت تحط نونه طول الوقت حط لي 200 جنيه لا هي الفكره ان هو طبعا الحمد لله ده كرم من عند ربنا بس هو انا الفكره ان انا بقى ايه انا بقول لك عشان بتحرك شويه فموضوع ان انا ايه ما ببقاش انا بس ما ببقاش عارف اقول ايه فبتلاقيني بقى ايه مقضيها اذكار. ما هي دي الحاجه الغريبه ان انت ممثل كوميدي بتيجي قدام الكاميرا ما شاء الله بتبقى ايدك مستريحه وشغال براحتك وفي نفس الوقت انت اصلا بتتكسف يعني انا جريء جدا مع الكاركتر لان الكاركتر هو اللي بيتعامل مش فاهم قصدي يعني انا جريء جدا ككاركتر لكن كفكره ان انا كبني ادم انا عايز اقول لك انا ما بعرفش خالص وخصوصا يعني لو الحمد لله انت بتشكر في حاجه مثلا عاملها ما ببقاش عارف اقول ايه شكرا ربنا يخليك ببقى مش حتى ممكن قدامك يفهم غلط حاجه حلوه لا في ناس اصلا ممكن تفتكر انا والله كان في ناس بتفتكر ان انت اللي هو ميرسي انا والله مش قصدي كده انا قصدي اللي هو ميرسي بجد بس انا مش عارف اقول ايه. طب انت مشروعك الفني رايح على فين الفتره؟ والله هو لسه يعني انا ما فيش حاجه شغاله عليها الفتره دي بس انا يعني بتمنى ان انا يعني ابتدي اروح لحاجات مختلفه يعني حاجات بعيده سواء في الكوميدي او بره الكوميدي يعني سواء كده او كده. انا شفت لك اكتر من كاركتر في كذا عرض يعني وعندك انت مخزون من الشخصيات اللي جانب صحابك اللي انت اكيد مخزنهم في دماغك دول اللي كل واحد فيهم هيخاف يقعد قدامك يعمل اي حاجه يعني انا خايف انا شخصيا يجي لك دور مذيع عليك بتتريق عليا لا خلاص لو حصل الكلام ده انا مش موافق من دلوقتي ارفع قضيه. قول لي طيب بما انك بتلعب كوميديا مين الممثل الكوميدي اللي بيضحكك اللي هو انت بتتفرج عليه يا ريت ان انا كنت مكانك؟ بص لا انا موضوع يا ريت ان انا كنت مكانك ده طبعا انا ما بقولش ان انا كنت مكانه حابب نفس اللي حصل بس انا كنت من عشاق استاذ علاء ولي الدين الله يرحمه. انت تعرف ان احنا قاعدين قبل ما نخش انا كنت عايز اقول لك ان انت اصل منطقه علاء ولي الدين دي بالذات كل شويه يطلع كاركتر وكل شويه اقول لك ده هيبقى علاء ولي الدين هيبقى خليفه علاء ولي الدين. انا بالنسبه لي انا على نفسي مش مؤمن بمدرسه انت تبقى خليفه علاء ولي الدين دي خالص. انا مؤمن انت تبقى زي نفسك. اي بالظبط بس 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 انت ممكن عشان شكل الملامح وتسريحه الشعر وضخم شويه وبتاع ممكن. نفس نفس الفكره هو نوع الكوميديا بتاعته علاء ولي الدين كان كوميديان الموقف. ودي المدرسه اللي احنا بنفتقدها معظم الوقت ان صناعه كوميديا الموقف. انت اكيد في المجال وعارف صناعه كوميديا الموقف اصعب مليون مره طبعا. من الافيهات احنا كمصريين كلنا قاعدين بنرمي افيهات طول اليوم انما الموقف ده انت تخلق موقف ويضحك الناس هو ده اللي بيعيش هو ده ايوه لا جد انا بالنسبه لي عايز اقول لك انا كان اكتر حاجه بتشدني مع استاذ علاء ولي الدين الله يرحمه ان هو بجد ممكن ما يفتحش بقه بس يعمل رياكشنات بوشه يخليك انت قاعد تصرخ من الضحك مش عارف تقلده ايه لا يبارك لك
لمت يعني انت هتحطني في مقارنه صعبه زي لا انا مش مقارنه بس هي محبه يعني هي محبه مش اكتر. لا انا انا كنت هو بالنسبه لي من الناس فعلا المفضلين جدا ان انا كنت بحب شغله. طبعا هو كان بيشتغل مع استاذ شريف عرفه يعني انا دي من اماني حياتي ان انا اشتغل مع استاذ شريف عرفه. ده بالنسبه للناس اللي هي كانت ايه في مؤخرا شويه يعني. لكن انا بالنسبه لي زمان استاذ فؤاد المهندس استاذ سمير غانم الله يرحمه دول بالنسبه لي. انت مختار مدارس كوميديا كامله يعني انت مختار المدرسه كلها. لا انا بحبهم جدا يعني. انا زمان انا بالنسبه لي ابيض واسود استاذ فؤاد المهندس الله يرحمه بالنسبه لي لا هو بجد صعب قوي يعني صعب قوي يعني. بس عارف انا شايف ايه؟ انا من وجهه نظري الشخصيه جزء كبير من نجاحك هيكون ان انت هتكون في وقت من الاوقات وسط مجموعه اثنين او ثلاثه مع بعض تيم هتشتغل مع بعض زي ثلاثه اضواء مصر او الحاجات ديت، وبعدين هتبداوا كل واحد فيكم يكبر ويروح لطريقه. بس انت من النجوم الكوميديانات الكاركترات، واكيد انت طبعا الفرق بين الكاركتر والممثل النجم بشكل عام ان النجم كاركتر ده بيكون عنده صفات ومميزات ومواهب اعلى من النجم اللي هو بيطلع بس يشيل عمل عشان هو نجم. ففكره ان انت تكون وسط مجموعه بتفاصيل مختلفه كل واحد فيكم زي المجموعه اللي خرج منها الضيف احمد وفؤاد المهندس وجورج سيدون مثلا الثلاثيه دي اللي احنا عملناها، اعتقد ان انت عندك الامكانيه والقدره ان انت تكون في وسط مجموعه زي دي، واعتقد عندك الامكانيه والقدره ان انت تقدم اعمال مميزه. هو في سؤال واحد بس اساله لك قبل ما نختم وقبل ما انسى عشان اكيد في ناس كثيره تبقى مهتمه بيه. في موسم تامن من الكبير؟ والله ما اعرف مفيش نية؟ والله ما اعرف، انا بجد فعلا مش عارف يعني. انا هو يعني مش عارف ان هو كان يعني. انا حتى السنه اللي فاتت ما كنتش اعرف لغايه لما اتقال في لما برضو كان اتقال ان في سابع، لكن انا فعليا ما يعني مش عارف وما بقى يعني. وبالنسبه لي طالما في لو في جزء طبعا اتمنى يبقى في جزء تامن، بس انا بجد ما اعرف. بقيت غني؟ ايه؟ بقيت غني؟ اوه انا معيش فلوس اجيب بنزين والله. انا جاي لكم جري من البيت لحد هنا اوبر سكوتر وبتاع. لا لا انت قلت لي انك ركنت العربية. لا الناس طبعا مفيش الكلام ده. ناس كتير على فكره، في ناس كتير فاكره ان الممثلين كلهم اغنياء بس هو ما يعرفوش ان النجوم الكبار هم اللي بيبقى معاهم شويه. لا بص، هي مشكله انما انت اصلا يعني انت ممكن تشتغل في مسلسل او بتاع كام شهر مع مثلا مبلغ مش ضخم، انت بتصرف اصلا وانت شغال يعني. ده حقيقي. انت هي الفكره في ايه؟ ان انت دلوقتي هي في ناس وهي ممكن يكون عشان مش عارف هو بيتوقع كده، في ناس بتتوقع ان انت مثلا ايه بطل العمل مثلا واخد 30 مليون، تعال نقول اي ارقام 30 مليون، فالناس اللي تحتيه مثلا شويه هيبقوا واخدين 20 بتاع. الممثلين الصغيرين بقى كل واحد واخد له مليون اتنين. يا جماعه لا مش الكلام. هات الشغل وتعالى. انا لو واخد 100 مش هكتنك عليهم في البيت. ايوه انا عايز اقول لك يعني. لا بس هو الموضوع مش كده. وفي حاجات انت يعني ايه يعني انت مثلا انت فكرك انت رايح جاي دلوقتي تعمل حاجه في الكبير او مثلا خصوصا في السيزون اللي هو بتاع 6 وان انت لسه بتبتدي. لا انا عارف الفلوس بناء على ايه. عارف. لا وعارف ان من فلوس مواصلاتك على الاقل عشان تعرف تيجي الاستوديو. بس انت المره الجايه لازم تتفق معاهم ان هم ايه فلوس الاكل والشرب والحاجات دي ما تدفعهاش، ولا انت ما تدفعهاش عشان ما تصرف ال تجيب سندوتشات. لا هو تخرج عليك فلوس يا بابا والنبي بقى. قافشين عليا فلوس. وبعدين انت ممكن تلاقي القعده في وسط اللوكيشن كل واحد بقى فاكر نفسه فيقول لك هنطلب مش عارف ايه، هتصرف المرتب كله في قعدتين. انا عايز فول وطعم. الاداء. لا خالص والله. هي الفكره ان هو الحاجات دي حتى لو كده ما تبقاش مش دلوقتي خالص، ولا ان انت تبقى عامل يعني لسه ما فيش حاجه في حياتك تعمل منها فلوس او في يعني فكره الموضوع ده. هتعمل فلوس بس اهم من فلوس هتعمل اسم فني. هتعمل اسم وهتعمل تاريخ كبير. هو ده الواحد بيدور عليه. وفي يوم من الايام الناس هتاخد اجزاء من اللقاء اللي احنا عملناه ده عشان تعايرك بيه. فاكر لما كنت وانت هتدفع الفلوس دي عشان تشوف حد يمسحها لك برضه. وانا هطلع افكرك بكل اللي حصل ده. بص يا عبد الرحمن، احنا نزلنا بوست على الصفحه وقلنا للناس ان انت موجود معانا النهارده، والناس ابتدت ان هي ايه يعني تعلق او تسالك. ففي حسام بيقول لك مش هنعمل جزء تامن ولا ايه؟ والله يا حسام ما اعرف صدقني، انا اتمنى بس مش عارف والله في جزء تامن ولا لا. غاده بتقول لك غني بتلوموني ليه؟ دي بتلوموني ليه؟ على فكره انا سمعتك وانت بتغني، انت بتغني حلو يعني، ادائك حلو في
لو مش عايز تبان قد كده غالي هتزعل منك عموما. لو انت مش عايز تبان لها فبراحة قول قول يلا ضموني دي يا دي اللي عملنا لك يا غدا اللي انت بتحلمي بيه. ويحيى بيقول لك هو انت بتنونا وليه؟ انا بنونا وليه؟ والله انا ما بنونا وده بجد الصفه يعني. هو كان الكاركتر ده كده وكان الاستاذ احمد مكي رام عليه ان هو عنده ده القط وده بينونا وبتاع فهو الموضوع اتاخد ناحيه كده. بص هو السؤال الجاي ده مضحك الصراحه, مضحك لي انا شخصيا. هو لا مضحك في صياغته مش عشان بس المحتوى. هو بيقول لك ايه هي دراستك؟ فاحنا قلنا ان انت خلاص خريج كليه تجاره. بيقول لك مك الايك فين؟ ايه مك الايك فين؟ مك اللي يعني هو انت كنت على باب جامع مك الايك في ذكريات. ده هو استاذ احمد الجندي كان فاكر هو اللي لما جينا يعني هو كان شافني في العرض فهو اللي رشح لي يعني. اخر حاجه عشان ما نطولش, محمد زكريا بيقول لك ايه ايو ايو بتاعتك بتطلع منك فعلا ولا صوت متمنتج؟ صوت لا مني فعلا ايو صدقته. نورتنا وشرفتنا عبد الرحمن, وان شاء الله نشوفك حاجه كبيره السنين الجايه وتكون من اهم الكوميديانات في مصر. انت عندك طاقه حلوه على الشاشه وقبول كبير وان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. الله يخليك.